بسم الله الرحمن الرحيم، انا بيبو اخصائي التاهيل. وحشتني جدا جدا جدا. النهارده الحلقه الثانيه من سلسله اسئله مفيده. امبارح واحد صاحبي سالني سؤال عجبني قوي، فقررت ان انا ارد عليه في الحلقه ومن حلقه عنه. هو لو محمد الشناوي جالنا هنعمل معاه ايه ويقعد فتره قد ايه عشان خاطر يخف؟ اول حاجه طبعا كلنا عارفين ان محمد الشناوي عنده شد في العضله الخلفيه، هيقعد فتره من اسبوع 10 ايام. طبعا انا اول مبدا ان كل شخص ليه برنامج خاص بيه بيختلف بناء على حجم الشد اللي عنده، حجم العضلات بتاعته، وطبيعه نشاطه. ده بيختلف من شخص لشخص. نبدا اول حاجه طبعا هنعملها لمحمد الشناوي او لاي حد عنده شد في الخلفيه بنفس الاصابه دي او نفس المده دي، وهي القربه السخنه على العضله المصابه اللي فيها الشد لفتره من 10 دقائق لربع ساعه. بعد كده ممكن معاه تدليك مسحي. الخطوة الثانية أو المرحلة الثانية من التأهيل بتاعه هي نبدأ نشتغل استرخيات خفيفة جدا للعضلة الخلفية، مرحلة صغيرة قوي. ممنوع تعمل استرتش وأنت عندك شد إصابة زي الشد ده. يعني أنت خلاص الشد عندك اكتمل، بقت شد إصابة، بقت مصاب مش عارف تمشي منه، ما ينفعش تعمل استرتش. ليه؟ المعرض إنك تتمسك بسبب الاسترتش ده، عشان العضلة أوريدي في حالة استطالة، عضلة مشدة قوي فأنت هتشدها أكتر، هتلزقها. ما ينفعش تعمل استرتش ليها. عشان فاكر كويس قوي في كاس العالم للانديه 2013 2014 حاجه زي كده، شفت اجرامي شد في العضله الخلفيه، نزل الجهاز الطبي للاهلي الله يبارك لهم يا رب. ربنا يسعدك. ما كانش لسه طبعا الموضوع في تطور عن كده يعني. نزلوا عملوا استرتش للعضله، كتب رونالدو البرازيلي ساعتها حاجه في تويتر قال لك ازاي ده كده وهيتريق علينا وكان شكله وحش جدا جدا جدا. فممنوع تعمل استرتش. فاحنا عشان نعمل استرتشات هنعمل تقويات خفيفة قوي للعضلة الخلفية. ثالث حاجة هنشتغل شوية تقويات للعضلات الرجلين التانية زي الأمامية الضمة والخارجية من غير ما نحمل على الخلفية. يعني ممنوع برضو تشتغل على جهاز الليكر أو جهاز الليك بريس وأنت عندك شد بالخلفية أو مزة بالخلفية. طبعا كل برنامج بيختلف من واحد لواحد زي ما قلنا في الأول. وآخر حاجة لو عجبك الفيديو متنساش تشترك الفيديو، ولو أول مرة تشوفني متنساش تشترك في القناة في القناة وتفعل علامة الجرس وتفتح لفة حلوة كده في القناة بتاعك. ان شاء الله هتلاقي فيديو عن كل حاجة عندك. لو انت اصلا مش موجودة تقدر تكلمني على واتساب او على الفيسبوك، هتلاقي الديسكريبشن بتاعهم، هتلاقي اللينك بتاعهم في الديسكريبشن بتاع القناة نفسه. السلام عليكم، حلقة جديدة ان شاء الله، الى اللقاء.